سجل اعلى قيمه جديد. والله والله شوف دعمك في ايمنتيد 13.60 والسهم مقفل 13.84. اقول لك انت يهمك ايمنتيد كثير، يهمك ايمنتيد كثير، ها يهمك ايمنتيد كثير. كم سجل الادنى؟ الادنى وصل 12.76 هلن يا راجل يا راجل، سقف القناه قريب 12.5، من 13 ل 12.5 هذه منطقه مناوره وليست للبيع، وخلاص ايمنتيد كانه وصل للدعم وخلاص. اذا ما تكسر 12.5، اذا ما تكسر 12.5 فيعتبر ايمنتيد خلاص طيب منه انه ارتد له، حتى لو يبغى يرجع ينزلها خلاص هذا دعمك في ايمنتيد. ما هي مقاوماتك؟ مقاوماتك في ايمنتيت يا حبيبي هو المتوسط الان، يقرا عند 14 13 هلنا، وعندك بعدها 14 75، 14 80، المتوسط 14 13، والقاع المكسور 14 80. هذه اهم المقاومات، اذا اخترقتها كشفت ال 16 ريال. الدعم هذا هو من 13 الى 12 50.